بتحايا ملؤها الحب والود لمحمد وآل محمد، وحييكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر ونحن نحيي وإياكم مصابي المولى أبي عبد الله وذكرى أربعينيته. حلقة جديدة ومحطة جديدة من محطات برنامج الحسين يوحدنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ما بقينا وبقي الليل والنهار. السلام على ساقي عطاشة كربلاء أبي الفضل العباس، السلام على زين العابدين، السلام على زينب الكبرى، السلام على ذلك الضعن المحمدي الفاطمي العلوي الحسني الحسيني السجادي الزينبي الذي يحث الخطى للمجيء إلى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية المولى سلام الله عليه. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ونحن نحيي وإياكم هذه الصرخة وهذه الضجة التي مثلما أكدنا دائما نحتاج إلى ضجة إعلامية خاصة كي نرقى بها إلى ما حدث في عاشوراء وبالتحديد على الإمام الحسين سلام الله عليه. حلقة جديدة من حلقات برنامج الحسين يوحدنا، دائما يبقى هذا الشعار الحسين سلام الله عليه يوحد كل الثقافات كل اللغات كل الألوان كل النظريات تجتمع وتتفق وتتحد وتطلق شعار واحد هو لبيك يا حسين. تعودنا في حلقات هذا البرنامج أن نتوقف في محطات تكاد تكون هذه المحطات هي مهمة، وجزء مما نريد أن نقدمه كرسالة إعلامية للإمام الحسين سلام الله عليه، بطاقات وتوجيهات لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي، بعد ذلك أنتقل إلى مجموعة من الصور وبعدها إلى محطة المقاطع النادرة اللي تلتقط مثل ما قلت من قبل إخواننا ووصلتنا يعني يوم أمس واليوم مجموعة كبيرة جدا. نتمنى يتاح لنا الوقت كي نقدم هذه المقاطع النادرة وهذه الفيديوهات اللي حقيقة تستحق المشاهدة وتستحق التأمل وتستحق أن تكون هي الصرخة الإعلامية لقضية الإمام الحسين سلام الله عليه. أيضا عندنا عزاء آخر وقارة أخرى وهي قارة آسيا، البارحة توقفنا أخذنا عزاء من عزاء الإمام الحسين في هذه القارة، وبالتالي اليوم نحاول نكمل معاكم هذا العزاء اللي يقام اليوم في كل أصقاع الكرة الأرضية. وإحنا بهذا البرنامج أعتقد انتقلنا من محطة إلى محطة أخرى، من دولة إلى بلد آخر، من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى الدول العربية، وبعد ذلك كان لنا خوض جميل جدا في هذه المقاطع النادرة اللي بدأت حقيقة مثلما بدأ السيل يأتي إلى مدينة كربلاء ويدخل في أزقة هذه المدينة، بدأ العطاء الحسيني الآخر الإعلامي أيضا يردنا ويصلنا من قبل كل متابعينا كل أخواننا، وإحنا نحيي حقيقة من يساهم معنا ويشارك معنا سواء عن طريق الاتصال عن طريق التعليق عن طريق مشاركة الحلقات في مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق إرسال الصور الفوتوغرافية والمقاطع الفيديوية. أتوقف الآن عند المحطة الأولى واللي تعودنا دائماً أنه نستهل البرنامج بتوجيهات لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي، فلنتابع. العمل على توسيع رقعة إقامة الشعائر الحسينية المقدسة بحاجة إلى الحماية والدفاع من قبل الجميع وبالخصوص الشباب، فلا شك كلما كثر المحامون والمدافعون ازدادت الشعائر الحسينية نموا واتسعت رقعتها وانتشرت في الدنيا أكثر، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالجد والاهتمام، وعلينا أن نكون يقظين دوماً في أن لا يسلب منا
توفيق الخدمة في سبيل قضية مولانا سيد الشهداء صلوات الله عليه أبداً بعد كل تلك السنين التي قضيناها من عمرنا في سبيل ذلك، وأن لا نكون من الذين تنتظرهم العاقبة السيئة. إذن أعزائي، تابعنا واستمعنا إلى هذا التوجيه المهم واللي نحتاج أنه نتوقف عنده ولو بدقيقة واحدة. كل الحركات وكل الفعاليات في العالم أو كل قضية تحتاج إلى جهد إعلامي مضاعف كي يصل هذا الفعل أو تصل هذه المبادرة. بالتالي اليوم شعائر الإمام الحسين سلام الله عليه هي الصرخة الإعلامية. نعم، الإعلام فيه عدة أبواب، وباب من هذه الأبواب هي قضية إقامة وإحياء شعائر المولى أبي عبد الله سلام الله عليه. يعني اليوم لما نقول إعلام، هو الإعلام مو فقط هذه الكاميرا وهذا الخبر اللي موجود في وكالات الأنباء أو المحطة الإذاعية الفلانية أو كتابة القصائد أو الأخبار، آسف. النوع الآخر اللي يحتاج إلى أن يولد علامات استفهام عند الآخر هي هذه الأفعال وهذه الحركات التي تمارس من قبلنا اليوم ونطلق عليها أنها شعائر الإمام الحسين سلام الله عليه بكل تفاصيلها، بدءا من مجلس العزاء، مجالس اللطم، مجالس الزنجيل، تطبيق كل التفاصيل كلها، كل ما يرد في شعائر المولى سلام الله عليه هي صرخة إعلامية. ونختم هذه الصرخة بمسألة المسرح الحسين المفتوح وقضية شعائر الإمام الحسين وبالتحديد شعيرة التشابيه. يعني اليوم هذه الأفعال اللي تمارس في الشوارع وخصوصا تشابيه أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، لما نشوف كثير من المواكب، وأنا قلت في إحدى الحلقات وصل رقم مواكب التشابيه اللي أخذت تعهدات وراح تدخل إلى مدينة كربلاء لإحياء هذه الشعيرة 9450 موكب. هذه المواكب لما تجي بهذا الإيقاع وبهذا الانسجام وبهذه الحركة ونشوف هوادج ونشوف جمال ونشوف نساء وأطفال ويمارسون هذه الفعالية بالشارع ويتوقفون من مكان إلى مكان آخر ويبدأون بتلاوة خطبة السيدة زينب وخطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، كل هذه الحركات لما تصور وتنقل وتبث ويشاهدها الآخر راح تولد عنده علامات استفهام. بالتالي يبدي يسأل منو ذولا، شنو هذا الظعن، ليش هذه الجمال، احنا الآن بزمن العولمة، بزمن السيارات الحديثة، بزمن الطائرات الحديثة، طيب ذولا الناس شنو هذا الفعل اللي يسوونه. بالتالي هذه الأسئلة، وأنا قلت أكثر من مرة وقلت أنه أكو شفرات كثيرة في قضية الإمام الحسين لم تترجم ولم تفتح هذه الشفرات لحد هذه اللحظة. هذه الأفعال وهذه الأعمال اللي تولد السؤال بالتالي تكون الإجابة ويكون شرح لقضية الإمام الحسين سلام الله عليه. والعاتق الأكبر يقع على الشباب اليوم، شبابنا الأعزاء، من خلال هواتف النقال المحمولة اللي عندكم، من خلال صفحاتكم الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك، بتويتر، بالإنستغرام، كل التفاصيل الموجودة، أيضا وجودكم بالمواكب، وجودكم أيضا بالحسينيات، وجودكم أيضا في إقامة هذه الشعائر وخصوصا قضية التشابيه وخصوصا وبالأخص آسف قضية المسرح الحسيني المتنقل. اليوم المسرح ومسرح التشابه بالتحديد هو يعتبر أطول مسرح هواء طلق في العالم. يعني فرقة مسرحية، وبالمناسبة هم مو ممثلين، يعني هم من عامة الناس، يجون من البصرة يصلون إلى كربلاء، يقطعون مسافة 500 كيلو ويقومون بعرض هذا العرض المسرحي. وهذا العرض المسرحي ما يتوقف فقط بالليل لما يرقدون للنوم. بالتالي هي مثل ما قلت رائعة بتفاصيلها وتقوم باستفزاز الآخر، ويبدأ الآخر يسأل وينقب من ذولة، شنو هاي المرأة الواقفة، شنو هذا الخطاب المن، شنو هاي الجمال اليوم احنا بزمن التقنيات الحديثة. وكل هذه أسئلة بالتالي تصل ويعني نلقى إجابتها إجابة واحدة، هي تتحدث عن قضية الإمام الحسين سلام الله عليه وتتحدث عن مظلومية المولى وما جرى عليه في ذلك اليوم. إذن مسألة مهمة، والجهد الأكبر اليوم يقع على عاتق الشباب.
إخواننا الشباب أعزائنا، نراهن عليكم دائما برسم المستقبل ورسم صورة جميلة عن العراق وعن الدين الإسلامي بصورة عامة، لكن يبقى أو تبقى المهمة الأكبر هي قضية الشعائر الحسينية وإحياء ذكرى المولى سلام الله عليه. أكتفي بهذا القدر وأروح إلى مجموعة الصور. وقبل أن أروح إلى مجموعة الصور أذكر كل الأخوة والأخوات بالإمكان المساهمة والمشاركة معنا واستقبال عزاء السيدة زينب سلام الله عليها بالمراثي، بالدعاء، بالأبيات، بدعائنا لبعضنا، بأشكال وأنواع المشاركات والمساهمات اللي تحبون أنه تطرحونها من خلال هذه الشاشة ومن خلال هذا البرنامج. هواتفنا دائما أذكر وأقول معبدة بأجمل باقات الورد لاستقبال ضعن السبايا وضعن السيدة زينب وزين العابدين عليهم السلام. هواتفنا ظاهرة في أسفل الشاشة. أيضا هذا البرنامج تتابعونه عن طريق الصفحة الرسمية والرئيسية لقناة الإمام الحسين بالفيسبوك. ما عندنا اليوم بث بالفيسبوك، إذن يعني تكون المشاركة والمساهمة من خلال جسور المحبة وأرقام البرنامج اللي ظاهرة في أسفل الشاشة. أبدي مع الصور، وإذا بدأت عندنا اتصالات ممكن الأخو بالكنترول يحول الاتصالات، وأروح إلى الصورة رقم واحد. حيدر خلينا نتابع الصورة رقم واحد ونشوفها ونقرأ هذه العبارة الجميلة. البارحة أذكر المشاهدين الكرام كانت عندنا لوحة لرجل كبير يحمل راية الإمام الحسين، وقد كتب على هذه الصورة أفنيت في حب الحسين حياتي. اليوم عندنا صورة أخرى وعمل آخر وشغل لفنان آخر، وقد كتب على هذه اللوحة هذه العبارة الجميلة: صباح الخير لعشاق الإمام الحسين. إحنا نقول صباح الخير، مساء الخير، كل عبارات الترحيب نطلقها لزوار أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. صباح الدعاء والزيارة، وأيضا مساء الدعاء والزيارة. اللهم نسألك وصلا للحسين فاكتبنا مع الزوار. يا رب إن شاء الله نثبت وندون في مدونة المولى. وهذه الصورة أتمنى تكون لوحات أيضا مشابهة إلها، ويا ريت أيضا تطرز وتؤطر بقضية وضع إشارة لأن هذه الصورة أو هذه المرأة هي تقدم هذا العطاء في هذا الطريق بواسطة رفع راية للإمام الحسين سلام الله عليه. أنتقل للصورة اللي بعدها، وهذه الصورة من جبهات القتال. اليوم عندنا أعتقد أربع صور راح نعرضهن لمشاهدينا الكرام حتى نشوف الجهد اللي موجود. نطلع صور المواكب ونطلع صور المشاية ونعرض المقاطع الفيديوية، لكن كل هذا الإجراء أو كل هذه الإجراءات وكل هذه المواكب وكل المشاية يعني واظبت على هذا الطريق وأمنت بهذا الطريق بواصلة هذا البطل ومن يتواجد معه الآن في جبهات القتال. فتحية حب لأبناء القوات المسلحة العراقية. ونشوف يعني الصورة هي ما يحتاج لها ترجمة، وهي هذه الصورة بالعاصفة الترابية اللي تعرضنا لها قبل أيام، وكان لها تعرض أيضا لأبناء المواكب وزوار الإمام الحسين سلام الله عليه. تحية حب بكل بقدر هذا التراب اللي سقط على بدلة هذا البطل. وأنتقل للصورة الثانية وهي أيضا بنفس الموضوع. هذه الصورة اليوم جدا استفزتني. شوف يعني بقد ما الجو مترب وقد ما يعني حتى عيونه ما يقدر يفتحن يعني، وبالتالي هذه العيون اللي تعرضت لهذا التراب، ونشوف هذا الدمع النازل من عندها وترسم لوحة، يعني هذه لوحة مرسومة على الخدود، دمع ينزل وبالتالي يتحول إلى لون يشبه لون الدم. هذه العيون العزيزة، هذه العيون الغالية هي العيون اللي نشوف بها اليوم ونأمن بها طريقنا ونصل بها إلى مرقد المولى سلام الله عليه. أنتقل للصورة اللي بعدها وبنفس الموضوع، وصورة جدا جميلة وجدا رائعة وراقية. عمامة سوداء لأبناء الزهراء وأبناء محمد، وعليهم وعلى محمد وآل محمد أفضل التحية وأفضل السلام. وعمامة بيضاء أخرى لأحد مشايخنا الأعزاء اللي أيضا اليوم موجودين. يعني اليوم هذه الصورة هي صورة حية تعبر على أن كل المجتمع هو متواجد في المواكب ومتواجد في جبهات القتال. اليوم خطباء المنبر الله يحفظهم ويمدهم إن شاء الله ويعطيهم طيلة العمر إن شاء الله، متواجدين بالمواكب الإرشادات الدينية، متواجدين على منابر الإمام الحسين لغرض حث الناس وهذه الخطب الرائعة اللي نسمعها من عندهم، وبنفس الوقت متواجدين على السواتر، وهذه الصورة هي الدليل. أنتقل للصورة اللي بعدها وأنا سميتها الموكب، يعني هذا موكب لكن من نوع خاص، موكب يدافع عن أبناء المواكب ويدافع عن زوار أربعينية الإمام الحسين. تحية حب وتحية إجلال وتحية إكبار
لكل قواتنا الأمنية بمختلف صنوفهم وبمختلف تشكيلاتهم، سواء كانوا جيش أو شرطة أو حشد شعبي، كل الحب وكل الامتنان لهم على هذه الوقفة المشرفة وهم يتواجدون بهذه السواتر. أنتقل للصورة اللي بعدها، وهذه الصورة خلي نوقف يمها. هذا الطفل اللي مقطوع اليدين، ما عنده أيدين، لكن يتوقف ما يخدم الحسين. شوفوا الحركة اللي مسويها إله، هذه الكرتونة اللي هسه ما أعرفش بها والله الكرتونة، وشادها برقبته وواقف في سبيل خدمة زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. دعائنا لأطفالنا ربي يحفظهم إن شاء الله، هم شباب المستقبل، هم اللي يأخذون ويرسمون على عاتقهم مسؤولية رسم خارطة رائعة سواء للعراق أو للإسلام أو لقضية الإمام الحسين سلام الله عليه. ربي يحفظه ويحفظ أطفالنا ويحفظ كل عوائلنا. ودائما أنا أركز أقول أطفالنا جيبوهم معاكم للزيارة، خلوهم يوقفون بالمواكب، خلوهم يتعلمون من هذا يعني هذا الطريق العظيم وهذا الدرس الكبير للإنسانية. الصورة اللي بعدها بنفس الموضوع لكن على شكل أكبر، هذا طفل مقطعات إيدية وواقف، وهذا أيضا واقف بهذا الطريق، رجل كبير أيضا مقطوع اليدين ويحمل الماء. أنا هسه ما أعرف ليش يروح بي الخيال إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه. يا سيدي يا مولاي يا أبي الفضل العباس، إن كانت تلك النبال قد حرمتك من سقي عيالك، فاليوم خدامك يا سيدي يا مولاي يقومون بسقي زوارك بالماء ويواسونك بكل أنواع المواساة. وأيضا أنت أعطيت إيدين، إحنا اليوم أعطينا إيدين بطريقك ولقضيتك، وما منعنا هذا القطع، هذه اليدين ما منعتنا وما منعت هذا الرجل، وأكيد أكو أمثاله كثيرين جدا، لكن ما قعدوا ببيوتهم، وقفوا في طريقهم. فبالتالي ننتظر نظرة وننتظر التفاته من صاحب الأمر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، كي ندون ونسجل بهذه المدونة التي تكتب كل شاردة واردة في هذا الطريق. ألف تحية لهذا الرجل، والعبرة واضحة على عيونه وهو يغسل الزوار، وبالتالي نتمنى ببركاته وببركات زوار الإمام الحسين أن نثبت ونسجل وندون في مدونة الإمام الحسين سلام الله عليه. أعتقد هذه آخر صورة عندنا حيدر، هذه يمكن آخر صورة. إذن هسه أرجع معاكم وأذكر كل الأخوة والأخوات، كل أعزائنا، كل من يتابعنا، كل من يسمع صوتنا، بإمكانه أن يساهم ويشارك معانا في هذه التظاهرة العالمية، في هذه النهضة اللي تحتاج، يعني مثل ما قلت البارحة أو هذا مو كلامي بالمناسبة، هو كلام الأئمة سلام الله عليهم، قضية الإمام الحسين عليه فليبكي الباكون ويندب النادبون ويضج الضاجون. إذن قضية الإمام تحتاج إلى ضجة مو صرخة، الضجة أكبر من الصرخة، ويعني النادبون واللاطمون والباكون والضاجون أيضا. فإذن إحنا أمام قضية كبيرة جدا، يجب أن تصل إلى العالم وتصل بهذه الضجة اللي اليوم احنا نقيمها في مدينة كربلاء المقدسة. وآخذ أول اتصال، شاعرنا سجاد الكاظمي وعزيزنا. ألو يا سجاد حبيبي، تفضل سجاد. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مشكور. سأقرأ الآن قصيدة إلى الوطن العراقي. حبيبي تفضل. دقت نواقيت الخطر وآن وعد المنتظر، لمن طغى قد فتحت أبوابها نار فقر. مهلا بني صهيون يا داعش أشباه البشر، فأي أجرام لكم بل أي ذنب يختفر؟ أطفالنا قد قتلوا بدون ذنب يفتكر، وبدون ذنب يفتكر. فتياننا قد نحرت، دم الأضاحي تنتحر، لنا نساء رملت بكل فعل مبتكر. أبرزتم الأعراض من أستار صون وخطر، أحللتم دماءنا من سيل عرق ينتهر. بما جلت أنفسكم لنا كهول تحتضر، بما جلت أنفسكم لنا كهول تحتضر. هل من هؤلاء قد بدا جناح أو جرم صدى؟ أنا وان يومكم طغيانكم قد انتشر، فاقتربت ساعتكم للموت والشق القمر. أين الخلاص من جنود الله؟ بل أين المفر؟ ما هي إلا
تقرأ بها استهلكهم، وإنها من إحدى الكبر أبوابها قد وذبت لمن طغى ومن كفر. قالوا الجحيم قلتها وغضب الله الوتر. قل جاء وعد ربنا لن يبقى للشرك أثر، وسوف يبقى صوتنا يقع أسماع الزهر. شعب المعالي شعبنا يرضى بما ساق القدر، سنته وأكراده شيعته كل درى، لمحتوى جوهره يسجد حتى المختبر، لمحتوى جوهره يسجد حتى المختبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته سجاد الكاظمي حبيبي، شكرا جزيلا، ربي يحفظك إن شاء الله، وأكرر دعائي لك إن شاء الله، وأتمنى أشوفك شاعر وشاعر كبير جدا لأهل البيت سلام الله عليهم، والله يحفظك ويحفظ العائلة إن شاء الله. أيضا اتصال آخر من ذي قار، قاسم حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أبو محمد حبيبي، حياك الله. يعطيك العافية أخي. يا عزيزي الله يسلمك. والله يتقبل هذا عملك، عملك هذا، أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله. وانت شوفك يعني واقف اقف على رجليك ساعتين تقضيها يا حبيبي، يعني ساعدك الله يا حبيبي، هذا تعتبر في ميزان حسناتك وفي خدمة الإمام الحسين عليه السلام. الله يسلمك ويحفظك يا عزيزي، هذا أقل ما يقدم. احنا اليوم واقفين، عندنا أبطال واقفين على السواتر بالحار وبالبرد وبالتراب. الله يحفظهم إن شاء الله بجاه هذه الأربعين وبجاه هذه المناسبة يا رب إن شاء الله، يا رب بجاه الحسين وبجاه أخيه أبو الفضل العباس، بدعائكم. أنا قبل خمس أربع أيام تقريبا خافرت كان المريض بلي، لأن أنا أقر وأعترف بهذا المرض مالي يعني عن حلف يمين بسيدنا الإمام العباس عليه السلام. أنا حالف يمين سيدنا الإمام العباس، وهذا شاهد سيدنا الإمام العباس كل من يرفع صوتي أن يدعو لعبد الإمام العباس ويدعف عني. سلام الله على الله. أنا يعني أقر وأعترف أن حالف يمين بسيدنا الإمام العباس. تعال قاسم، حالف يمين يعني هذا. وأنا أتمنى يعني كل من ينكر اليمين وينكر الشارة وما يعترف بالشارة لا أقل سيدي مولاي العباس يشور ترى وشارة صعبة حيل. هذا المرض أنا صار لي سنتين هي الشارة من سيدي مولاي العباس عليه السلام. وأقول قاسم من خلال قناتكم الموقرة، السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بس اسمعني قاسم. نعم. أنا ما راح يعني أفتح وياك موضوع شنو نوع اليمين وشون كان وصارت هذه القضية، بس خلي ببالك مسألة. نعم. الإمام الحسين سلام الله عليه هو أوسع أبواب الرحمة. صحيح. عند الله سبحانه وتعالى. هذه بأدبياتنا وهذه معتقداتنا. وباب صحيح. باب الحسين هو أبو الفضل العباس. فتعال صحيح. تعال لكربلاء بهذه الزيارة. نعم. وشيل معاك راية العباس وتعال لأبو الفضل العباس سلام الله عليه، واطرق باب أبو الفضل العباس وتوجه للإمام الحسين واطرق باب السماء إلى الله سلام الله سلام الله على كل أهل البيت وجل وعلا. الله سبحانه وتعالى ما أعتقد راح يرد هذه الدعوة إن شاء الله، وأنا أريدك تدعو لي للإمام العباس وهو إن شاء الله يعني قريب عليك. بلي إن شاء الله، كل من يسمع صوتي إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبي، هاي أمانة. ندعي لك يا أبو الفضل العباس سلام الله عليه بجاه عند الله، بجاه الإمام الحسين سلام الله عليه، أن يقضي حاجتك ويشافيك أيضا. رزاق من الناصرية، ألو حبيبي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عظم الله أجوركم أستاذ وجورنا، إن شاء الله. تحية زوار إمام الحسين عليهم السلام، ساقل عليهم الفضلية ونقدم بيتوذية من نظمي بحسن السيد زينب بغربها. بلي يا حبيبي، أحسن الله عزاءكم، نسمع. خوان كأني بالحوراء زينة المصايب حيال، والله ضموع المصايب حيال. خوان سبية وما إن ظليت خوان، اي والله سبية وما إني ظليت. خوان الدهر ليش ويا زينب دوم، الله الله، اي والله الدهر ليش ويا زينب دوم. خوان خذ منها الحسن وحسين خيال، يا خذ منها الحسن وحسين
أحسنت. يا نخايا أحسنت. السلام على الحسين عليه السلام وعلى أبي عبد الله الحسين وعلى الإمام العباس وعلى البيت ونبي أن تدعونا هناك الزيارة وأنتم بالقرب من الإمام إن شاء الله مقبولة كل الدعوة وتحية لكم وشكرا لكم يا حبيبي. ربي يوفقك مرحومة هذه العبرة إن شاء الله. دعاءنا معاكم مستمر عند الإمام الحسين سلام الله عليه. أبو كرار من ذي قار أيضا. الأخ أبو كرار قطع الاتصال. اتصال أبو كرار. أتواصل أكيد مع كل أحبتنا، مع كل أعزائنا، كل من يتابعنا، كل من يشاهدنا، كل من يسمع صوتنا. دائما إحنا أنا أقول خلي ندعو بعضنا إلى بعض. اليوم كل إحنا أصحاب حوائج، كل إحنا عندنا مرضى، كل إحنا عندنا أخوة ربما مديونين، يعني ينتظرون فرج بالسجون، سواء على يعني ربما على فراش الموت. بالتالي دعاء بعضنا إلى بعض جدا مستجاب، وخصوصا في هذه الأيام. هذه أيام رحمة وأيام بركة وتفتح بها أبواب السماء، وبالتالي عندما نطرق باب الإمام الحسين نطرق باب من أبواب السماء وهو أوسع الأبواب وأكبر الأبواب. فبالتالي ما نقصر بدعائنا بعضنا إلى بعض. أخذ اتصال آخر، والأخ أبو كرار عاود الاتصال. أبو كرار حبيبي تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو كرار عزيز. يا الغالي مشاركة. يا حبيبي تفضل. زينب ما يصاحت قال بسمة أنا العباس واسمي انتخت. باسمي. بسمة لو المور بالغرب هالماي بسمة جيبها بزود ورو الهاشمية. والنعم. النعم أبو خلي فعلا. خلي طفنيتك ويا حيدر لا تظل لا تظل مزورة ولو أردت فك الشفاعة أخذ منك أخذ من شف حيدر وقصد الباب الحوائج يعني تبع القنطرة والحاجة اللي عندك يقضيها. أي والله والله إن شاء الله مقضية كل الحوائج يا حبيب أبو كرار. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يحفظك يا عزيزي. مقبولة إن شاء الله ومقبولة في مدونة الإمام الحسين سلام الله عليه. هسه أروح إلى المقاطع اللي عندنا. حيدر خلي أبدأ بالمقاطع بينما يعني تجهز بعض الاتصالات. أول مقطع من هذه المقاطع اليوم بالتحديد وصلنا من أحد الأخوة. اليوم تلطفت الأجواء بعد أن يعني مرت علينا يعني عاصفة ترابية شوية نغصت الأجواء، صارت صعوبة بالحركة ربما. هسه إحنا ربما في داخل المدن داخل الشوارع تأثرنا، لكن ما تأثرنا مثل ما تأثروا إخواننا المقاتلين اللي موجودين على سوح القتال، وشفنا الصور قبل شوية. اليوم يعني ترطبت الأجواء بمثل ما نقول مطرة خفيفة، مطرة جميلة جدا، غسلت الشوارع، غسلت الأشجار، غسلت الجو بصورة عامة. وكان لأبناء المواكب ومن يسيرون في هذا الطريق التقاطة جميلة جدا ورائعة جدا للزوار وهم يمشون تحت المطر. خلينا نتابع هذا المقطع ونرجع للمادة اللي عندنا. خليكم معانا. مشاهدينا من هذه الرحمة الإلهية من هذه البركة ونتمنى أن تكون أجواء الزيارة أجواء رائعة مثل روعة قدسيتها. وبالتالي اليوم أجواء مدينة كربلاء أجواء جدا جميلة رائعة بوجود هذه الملايين اللي اليوم تتواجد في شوارعها وتتواجد في بيوتاتها أيضا. وحقيقة كلنا فخر وكلنا سعادة وإحنا نستقبل زوار الإمام سلام الله عليه، نستقبل هذه البركة سواء بمواكبنا ببيوتنا أيضا. وبالتالي هي لحظات تاريخية إحنا جدا سعداء بها رغم الحزن، لكن تكون هنالك فرحة من نوع خاص ببركات الإمام الحسين سلام الله عليه. جمال من بابل، أخذ اتصال أخ جمال من بابل. ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمال مو واضح صوتك حبيبي. جمال إذا تسمعني صوتك مو واضح يمي. جمال عزيزي نصيلي التلفزيون، اسمعني بس من التليفون. جمال السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام حبيبي، حياك الله. الف هلا انت يا حبيبي. الله يسلمك ويحفظك يا قلبي، حيا الله كل اهلنا ببابل حبيبي. تحياتي لك. بلي بلي جمال تحياتي ايضا وسلامي لك والعائله الكريمه، بس نصيل التلفزيون اسمعني بس من التليفون حتى صوتك يكون واضح وايضا تسمعني بشكل واضح. قطع الاتصال. ابو امجد من كربلاء. ابو امجد تفضل حبيبي. ابو امجد وياك وياك عزيزي. ابو امجد تفضل. ابو امجد احنا بجه وتفضل. السلام عليك يا حسين يا شهيد كربلاء. السلام عليك يا صدق النبي. السلام عليك يا ابو فضل العباس مولانا. السلام عليك يا زينب يا جبل الصبر. السلام على زوار ابو عبد الله الحسين. احسنت. باي الملايين اللي غزت الارض واكو يا العزيز. والسلام على حشدنا الشعبي وجيشنا وعلى فضائيتكم يا حبيبي. ان شاء الله الحسين يحفظها ويعطيكم الصحه والعافيه بحق محمد وال محمد يا حبيبي. شكرا. خلي يشوفونك بالضايات تقولون خابين. اي والله مجانين. والله مجانين بحب الحسين. احنا بلي. مجانين. بليم الشيلول الشيلول هذا ابو رجال المكتومه. الشيل ابو رجال المكتومه ليش جاي؟ علي من جاي؟ بحب من جاي؟ الشيل هاي الطفله المكتومه يديها علي من جايه؟ غير جايه على حب الحسين؟ بلي. من جايه؟ تقول لي امك جايه؟ اسالوا اعوانكم هذولاك اعوانكم. ايش عليكم بينا؟ احنا نلطم صدرنا. نريد نضرب راسنا. نريد نضرب راسنا بالجبل على حب الحسين. احسنت. ما تقولوا ايش عليكم بينا انتم؟ ما تقولوا الخاطر الله ايش عليكم بينا؟ لان اجدادكم حاربون واجدادكم بينهم هم كلهم تراب وراحوا واحنا حب الحسين موجود بقلبنا. اكيد. اسالوا بالتاريخ اخذوا البلاغه شوفوا ياهو ياهو المستشهد والاصيل من عندهم هو هاي اللي يحب الحسين. هاي صرخه الحسين. ملايين جايه سفرها ملايين جايه ومدعم رب العالمين ان يحفظ شيعه امير المؤمنين يا رب ان شاء الله ويحفظ كل الاسلام ببركات الحسين سلام الله. اطلب من اللي يسمعنا كل اللي يسمعنا بهاي الفضائيه الحسينيه ان يصيح لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا وتحياتي لك يا استاذ احمد. احسنت ابو امجد والمخرج والله يخليك مستمعيكم ومشاهدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أبو أمجد. ومثل ما قال أبو أمجد خلي أخذ اتصال من بغداد. الأخ علاء. علاء من بغداد تفضل. علاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي، حياك الله. عين عظم الله لك الأجر وأجرك يا عزيزي. استشهاد الإمام الحسين الأربعين الجلل نعزي مرابعنا العظام والأمة الإسلامية وعلماءنا الإعلام وبغية الله صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج في هذه المصاب الذي أدخل العقول والقلوب. أنتم داخل كربلاء إن شاء الله؟ إن شاء الله. إحنا في منطقة ما بين الحرمين بين سيدي مولاي الإمام الحسين وأبو الفضل العباس. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك ولعت على الله. هذا آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخ حسين. السلام على أبو الفضل العباس قطيع الكفين إن شاء الله أبو ضياف ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي شكرا جزيلا لك، عظم الله أنه لك الأجر. مأجورين موفقين. نعم نعم أنا ضرير إن شاء الله أبو ضياف أقرأ. ها حبيبي ضرير أنت؟ أبو ضياف إن شاء الله ضياف. يا عزيزي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بلي. والله ما وين يقلون تون شلون ما وين يقلون تون شلون ما وين ما وين ما
ما وين؟ ولا ندري بأن وين ما وين تبقت الظهر لن الظهر أها تبقت الظهر لن الظهر ما وين حدا حدايهم وتبعوا بي الله والله زينب على مجان على مجان قلبها بولية الواجب أها على مجان وين البضعن وين أبو فاضل سلام الله على أبو فاضل على مجان تدور زينب احتاره أها على مجان تدور زينب احتارت على مجان على مجان تظل من الشمر سكنة ورقي الله الله يا خاخ يا مصايبكم يا أهل البيت يا أحسنت طيب الله أنفاسك ولا جيت ولا جيت اشكتر شافت خضم زينة ولا جيت ومثلها منسبة حرفة لا والله ولا جيت ما يتصيح يا منطع ولا جيت ولا أسمع صريخ الغاضري أحسنت تقول مالي مئة تمان مئة الجفن من غير حزنة الله والله ما أنا مئتين جفن من غير حزنة ما أنا مئتين وحرتنا روح بي والله ما أنا مئتين زينب تقول طريق الشام كله ما أنا انت ما أنا مئتين الله الله أكبر والله ما نميت خفت لا حرملة يذبح رقية لا إله إلا الله خفت لا حرملة يذبح أحسنت يا رقية غلبتك الزيارة أحسنت يا حبيبي طيب الله أنفاسك شكرا جزيلا إليك الله يحفظك والذرية إن شاء الله يطلبون يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله ذرية صالحة سائرة على بركة على طريق محمد وآل محمد وببركتهم أيضا إن شاء الله شكرا جزيلا اللهم إلعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم إلعنهم جميعا أبد الآبدين ما بقينا وبقي الليل والنهار ما جرى وما حدث على الإمام الحسين سلام الله عليه وعلى تلك العائلة العلوية مشهد فظيع جدا لا يمكن لشخص أن يتصوره يعني هسه احنا قد توصلنا من أرباب المقاتل انه ونتوقع يعني نوصل إلى مسألة قتل الإمام الحسين سلام الله عليه وذبحه من القفا وبالتالي سلب رداءه لكن ما تعرضت له الخيام في ذلك الوقت مو فقط أحرقت سلبت بالكامل كل تركة محمد وآل محمد سلبت في ذلك اليوم الأموال اللي كانت معاهم تراث فاطمة الزهراء سلام الله عليها تراث الرسول عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أفضل التحية وأفضل السلام سلب بالكامل وسلب من تلك العائلة فبالتالي شكرا جزيلا لك يا حبيبي وعظم الله أنه ولك الأجر مرة ثانية أخذ اتصال آخر أبو عباس من البصرة حي الله أبو عباس وحي الله كل أهل البصرة تفضل أبو عباس حبيبي ألو الله يحييك عظم الله أجورنا وأجوركم عظم الله أنه ولك الأجر أحسن الله عزاءكم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أحسنت يا حبيبي أحسنت ممكن أشارك أبو ديا ممكن يا حبيبي ممكن أكيد إحنا هذا البرنامج وكل برامجنا هي عبارة عن عزاء الإمام الحسين سلام الله عليه تفضل جزاك الله خير الجزاء تفضل اللهم صل على محمد وآل صل على محمد وآل محمد والله وجر ايش ما تدرش بدع لحتي وجر ايش ما تدرش بدع لحتي وجري وحر القلب يلهب نار لا إله إلا الله وجري يا ريت الماي لا ظل ضع الله ولا جرى وجري شتر ضام ألو
الو انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. مرحومه هذه العبره ان شاء الله. جاسم من كربلاء، الو اخ جاسم حبيبي. حبيبي جاسم تفضل. الو اهلا وياك علي باقي وياك عبد. تفضل قلبي تفضل، احنا على الهواء. تفضل جاسم، عظم الله انه ولك الاجر. تفضل عزيزي جاسم، احنا على الهواء. تفضل. الو حبيبي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. انا جاسم زين من كربلاء المقدسه. حبيبي الف هلا بيك، حياك الله. رحم الله والديك. الله تعاون في عظم الله الاجر والسر الموجود. عظم الله اجرك ايضا. بلي جاسم. جاسم عزيزي اذا تسمعني نصي لي صوت التلفزيون، اسمعني بس من التليفون حتى صوتك يوصلني وانا ايضا اقدر اخذ وانطي معاك بالكلام. قطع الاتصال. نور من بغداد. نور الاسدي من بغداد. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله اجوركم واجوركم ان شاء الله، ماجورين وموفقين ان شاء الله. يا ربي للجميع ان شاء الله. طبعا اليوم انا اريد اشارك في الحشد الشعبي لان مقصرين احنا وياهم، ولولا الحشد الشعبي ما نمشي من الحسين. احسنتي، نعم نسمع للحشد. نعم نور الاسد من بغداد. بلي الف هلا. نعم. لو موجود الحشد برضه شكر بلي كان اطمن حسين وما يظل حاير وما تمشي بزينب وتروح للشام ولا تمشي بامر ظلام الحراير كان ما طاح ابو فاضل وانصابت العين يطش بجفوف الحشد ويصح الضماير. سنتي يجز افواج غزوهم ابطال الرجال نص الساتر ونص مشاي داير نص الحشد نص الساتر ونص مشاي داير. احسنتي. ان شاء الله كانت بطل من ابطال الحشد الشعبي وكلهم قبيله وان شاء الله تعرفون الموضوع. بلي انا جندي بالحشد وعندي كلام. هذيك السنه وين وهسه وين؟ قصه بصدري والله يا اسلام. هذيك السنه سجلون بخدام الحسين هسه عالساتر احنا ننصب عزاء، هسه احنا عالساتر ننصب عزاء، امانه ذكرونا بالخدمه يا موالين. مشتاق ارحب بالداير وابوك الجدام وانا وياه نحسن تهني للعين افتخر لو نطيت قلاص ماي يسجلوني حتى لو اغسل ماعين. انا حسين ربانا على الكرم والطيب علمني التواضع وسامح الصاحب الزين. منابرنا مدارسنا من كنا اطفال وهسه طلاب وعلى نهجه ماشين ونصبنا مواكب بساحات القتال ونلطم ونطبر وللنصر متقدمين. من نهجنا نذكر احنا اهل البيت وهم يجمعونا وعلينا ما راضين ويرمونا بقوه ونتلجل في شك شكليت. ابشركم بالنصر جايكم يا العراقيين. ابشركم بالنصر جايكم يا العراقيين. احسنتي، شكرا جزيلا اخت نور. شكرا للاخت نور من بغداد وتحياتنا مره اخرى وتحيه اجلال واكبار لابناء القوات المسلحه العراقيه البطله بكل تشكيلاتهم بكل صنوفهم سواء في الجيش في الشرطه او في الحشد الشعبي، كل القوات، كل من يتواجد ويحمل السلاح للدفاع والذود عن العراق وعن مقدساتنا. بالتالي احنا تكون دعواتنا مكرسه لهم اليوم بالحفظ والامان لهم ولزوار الامام الحسين سلام الله عليه. اخذ اتصال اخر، الاخ جاسم عاود الاتصال. جاسم حبيبي تفضل. الو الو حبيبي جاسم تفضل. عليكم السلام، حياك الله. الو جاسم عزيزي اسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عزيزي تفضل. عظم الله لكم الاجر ان شاء الله. ان شاء الله ماجورين وموفقين ايضا. يا ربي ان شاء الله كل احنا ماجورين ب وموفقين لخدمه الامام الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ان شاء الله هاي الخدمه تبقى للابد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. على اخشوم الدواعش ان شاء الله. اكيد. ان شاء الله. بلي. وموفقين لخدمه الامام الحسين سلام الله. يا رب ان شاء الله، فضل دعائكم بركاتكم. والله عندنا اليوم يعني شاهدنا زوار اليوم بالمطار والجو شويه الامطار تعرف. ملي. والله العظيم يعني فشيء مو طبيعي، يعني احس بحلم بالامام الحسين عليه السلام.
بل إن شاء الله إن شاء الله كل البيوت اليوم مفتوحة يا جاسم، المواكب القلوب مفتوحة قبل البيوت وقبل المواكب وقبل السرادق، القلوب اليوم مفتوحة لكل زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. بلي جاسم شكرا جزيلا لك يا حبيبي. أعتقد انقطع الاتصال مع الأخوة بالكونترول. محمد الكعبي من بابل، أبو جاسم تفضل. ألو محمد من بابل. معك ميسان أستاذ العزيز. حبيبي ألف هلا أبو جاسم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد نصيلي التلفزيون من يمك عزيزي. بلي أستاذ العزيز أمام الله. اسمعني بس من الأجر ونعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصفر الأحزان إن شاء الله موفقين على يعني القناة المباركة حقيقة. حبيبي حبيبي ربي يوفقكم إن شاء الله ويحفظكم ويوفقكم أيضا لخدمة الإمام سلام الله عليه. الله يسلمك أستاذ العزيز حقيقة عزيز. يعني اليوم يعني أكو تغيير إن شاء الله بالبث المباشر واللقطات الموجودة عندك يعني إن شاء الله نحو الأفضل والأحسن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله دائما نرتقي بكل ما هو أفضل حتى نقدمه ونكون أيضا في خدمة الإمام سلام الله عليه. بارك الله فيك حبيبي حبيبي, حبيبي, حبيبي. شكرا جزيلا محمد. شكرا للأخ محمد الكعبي من بابل، ونبقى أكيد متواصلين مع كل أخواننا، مع كل من يسمعنا، مع كل من يتابعنا، دعائنا لبعضنا بالحفظ والأمان لزوار الإمام الحسين سلام الله عليه، وأن نكتب ونسجل في مدونة المولى سلام الله عليه، ونستغل حقيقة هذه الأجواء وهذه الأيام المباركة وهذه الأيام المقدسة وأيام تاريخية، أيام ممكن اليوم موجودين الزوار لكن أعتقد بعد يوم 40 راح نشعر بوحشة والله. يعني احنا يمكن احنا هنا في مدينة كربلاء المقدسة، ومن يبقى من اللي يتواجد بعد الزيارة تشوف الشوارع يعني شوارع غريبة، شوارع موحشة، شوارع مظلمة عندما يغادرها زوار أربعينية الإمام الحسين. اتصال أيضا من واسط الحبيبة. ألو أبو مصطفى. السلام عليكم حبيبي ألف هلا. الله نبدأ عزيزي أبو مصطفى احنا على الهواء تفضل. مشارك في المصيبة إن شاء الله عزيزي تفضل. نعم السلام عليك يا أبا عبد الله. قال حميد بن مسلم ما رأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين في سطاته وهم يسلبون أخذت سيفا وأقبلت نحو الفصاف وقالت يا أهل بكر بن وائل لا تسلب بنات رسول الله. لا إله إلا الله لا حكم إلا لله يا لثارات رسول الله فأخذ زوجها وردها إلى رحله ثم أخرج النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار. يا ريت باختصار المشاركة. حاسرة مسلبات حاسيات ماسيات فقلنا للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين فمروا بهن على المصارع فلما نظرت النسوة إلى القتلى صحنا وضربنا وجوههن مروا بهن على القتلى مطرحتين ما بين منعسر في جعيان بمصطلمين ومزرعة زينب الجسم على الحسين على طوها خضيبا بدم النحر واللمن. أحسنت أحسنت. نادت إنسان عيني يا حسين خيا
أملي وعقد زماني المنظور دعايا يا ودعتك الله يا عيوني. أحسنت. يا يردون عنك ياخذوني زبل الخوال ليباروني. شكرا جزيلا يا حبيبي، شكرا لهذه المساهمة. أتمنى الاختصار من قبل أخواننا اللي ساهمون يشاركون معنا، باعتبار أولا يعني اتصالات عندنا كثيرة جدا، المادة اللي عندنا أيضا كثيرة، واليوم كثيرة من الناس ربما يعني أصحاب حوائج، ربما مرضى ما يستطيعون يصلون إلى مدينة كربلاء، وإحنا نحث يعني أنا من الحلقة الأولى ودائما دائما أقول لا تفوتنا هذه الزيارة، خلي نجي إلى مدينة كربلاء. اللي يعني كثير من الأخوة الحقيقة المقعدين اللي نشوفهم بالعربان يدفعوهم أهلهم، وبالتالي خلي تكون ضجة أخرى يعني الكل يشارك بها، مو فقط اللي يقدر يمشي. احنا عندنا كثير من المقاطع، ربما راح يعني استمر بالكلام واستمر بالمقاطع، لكن بعد أنا أخذ اتصال الأخ أبو عباس من البصرة. ابو عباس حبيبي الله خير، سلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. عظم الله اجورنا واجوركم بمصادره عبد الله. يا رب ماجورين وموفقين ان شاء الله بهذا المصاب. ممكن اشارك بهاي المصيبه؟ ممكن عزيزي، بس باختصار ابو عباس رجاء، لانه الوقت اللي عندنا ضيق واتصالات كثيره. جزاك الله خير. تفضل. تفضل. سلام عليكم مولاي. تدرش بدع الحسين وجري. بلي أبو عباس قطع الاتصال أيضا. أم عباس من كربلاء، الأخت أم عباس. ألو ألو، الأخت أم عباس. أمر الحسينة بلي أمر الله أنا ولكم الأجر. بلي الأخت أم عباس، إحنا على الهواء. أنا عندي كلمة زينب، زينب الخاطر والفضل العباس. تقول له يا أبو الفضل يا مشكر وعندك وديعة حيدر. نعم. تقول له يا أبو الفضل يا مشكر عندك وديعة حيدر. وهاك الفرس ورايا وخذ الفرس ورايا يا بيان شكرا. بل نعم جد زينا بتر ما أصر بيدها، ما أصر بيدها تحيي عرضها وتلدي بوالدها، تحيي عرضها وتلدي بوالدها. أنا أبو الشفاء وقوم حاجة وليد أمير المؤمنين وأولاده أكوني يدعونها ودعواتكم لي. بل يا عيوني أريد الله شافه بعض وأريد الله مزيدة نفس خدها بلي والفك هاي لخمس سنين على القرية ولا أريد دعاكم لأختي أريد الله صحرها شهر بس نفس بيها مزيدة نفسها أريد أكون سرات الموت الله وأجزيك يا وطن عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمنا العزيزة إن شاء الله ربي يشافي كل المرضى ويقضي كل الحوائج ببركة الإمام الحسين سلام الله عليه، ببركة هذا اليوم المبارك وهذه الأيام العظيمة وكل أيام أربعينية الإمام الحسين، وببركات السيدة زينب سلام الله عليها أنه يمن على كل المرضى بالشفاء يا ربي إن شاء الله. وشيء بسيط جداً أن نطرق باب السماء في هذه الأيام، وصدقوني هذا الطريق هو طريق المعجزات وطريق الشفاء المرضى، طريق قضاء الحوائج. اليوم كل إحنا عندنا حوائج وكل إحنا عندنا مرضى، بالتالي أؤكد أنا على مسألة أنه دعاء بعضنا إلى بعض، لأنه اليوم إحنا كل إحنا محتاجين لهذا الدعاء، فلن نقصر عن يعني عن طرق باب السماء وطرق باب الإمام الحسين سلام الله عليه خصوصا في هذه الأيام. يعني خلي أكتفي بهذا القدر من الاتصالات وأروح إلى المقاطع اللي عندي. هذا المقطع اللي راح نعرضه الآن هو
صرخة أيضا إعلامية ومحطة من محطات ألق مدينة كربلاء المقدسة وألق الإمام الحسين سلام الله عليه. وأنا تحدثت في حلقة من الحلقات قلت إذا كان الإعلام العربي أو بعض الإعلام أو بعض الإعلام العراقي يعني اليوم مع شديد الأسف أنا خل أستغل هذه الفرصة اليوم حتى بعض المحطات العراقية مع شديد الأسف تشوفها منشغلة بإظهار برامج يعني من هنا وهناك، لكن ما مسلط الضوء على ما يجري في مدينة كربلاء المقدسة. بالتالي يا ريت يتم نقل لزيارة أربعينية الإمام الحسين البرامج ممكن اللي اليوم تعرضوها وتعرضوها باكر إلها مكان واسع بالأيام القادمة بعد الزيارة. بهذه الزيارة نحتاج إلى وقفة لنقل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، مكان ما نقدم برنامج تسجيل نخلي البرنامج مباشر عندنا مراسلين منتشرين إن شاء الله مراسلكم موجودين، وإحنا نعرف أغلب المحطات أخذت تراخيص من الإعلام، بالتالي هاي التراخيص وقت تستخدمها وهي بعد لها الزيارة كل 6 أيام. يا ريت يكون عندنا جهد مضاعف من قبل محطاتنا الفضائية. خلي أتابع هذا المقطع وأرجع معاكم ونعلق عليه، خلي نشوفه ونشوف هذه المرأة الأمريكية كيف تتحدث عن ما جرى في مدينة كربلاء المقدسة. السلام عليكم. السلام. What's your name? Sumbul Reza. Where are you from? I'm from the United States. Do you work? Yes, I work. What do you work? I'm in technology, so I work in computers. And what's your higher education? University. University. Have you been in Iraq before? I have. This is my third time coming third here. Time. Yep. What's the difference did you find between the first time you came and this year? There's no difference. I mean, I think for me, coming here is for Iraq, just generosity across the board. Anytime I've ever been here, it's neither been more nor less. It increases for sure. And how did you find Iraq this year, especially? This year? Yeah. Congested. There's millions of people here. So surprisingly, it's safe and yeah, congested. Is it your first time in Arba'inia? No, it's my second time in Arba'in. Yeah. Did you walk? I did the walk this time. Yes. From where? From Najaf. To Karbala. To Karbala. Yeah. And how did you find the Iraqis? On the walk? Yeah. Anyway. In general? Yeah. The Iraqis are generous people. I mean, there's no other way to really describe it. I'll give you an example. You know, we're with this group, Spiritual Journeys. And we have, within our group, we have 10 Iraqi young men who are basically our guides. They hold the flags and they make sure that all of us are following them. If we need anything, they're there. If we don't understand something and we need someone to translate for us, they're there. If I need to walk from this hotel to the Haram or go to the other hotel, I'll take you. Without hesitation, last night we went to the shrine of Imam Hussein al-Islam and 2 of them came with us. And we were there for 4 hours, 5 hours, past midnight until Fajr time. And they waited for us outside the Haram with our shoes, as holding the flag just for us in the cold until we came out so they could bring us back to the hotel, because we were going to get lost otherwise. So the generosity and, you know, like somebody else said, the selflessness, you know, there's no comparison. Joy. Like I was home. What would you tell the other people about Iraq and Iraqis? I would say come to Iraq. It's a beautiful country with beautiful people, and you know, again, you know, don't judge what you see in the media. Come here, meet the people, see the country, taste the food, see the art, you know, see the beauty that surrounds you, and enjoy yourself. Thank you so much. You're welcome. إذن المشاهدين الكرام تابعنا معاكم هذه المرأة الأمريكية اللي إجت إلى مدينة كربلاء المقدسة وتحدثت بشكل رائع جدا عن يعني تحدثت عن الحقيقة، شافت ما موجود في مدينة كربلاء المقدسة وبالتالي نقلتها وستكون وسيلة إعلام ناقلة. وأنا قلت إذا البعض حاول يحجب أو حاول أنه ما يكلف نفسه ويجي ويصور، هؤلاء هم سفراء القضية الحسينية وسفراء مدينة كربلاء المقدسة. تكلمت عن كرم العراقيين وتكلمت عن الأمان.
شنو اللي لفت انتباهك؟ قالت الأمان اللي موجود في مدينة كربلاء، وشفنا شلون تحدثت عن الشباب العراقيين بشكل جدا رائع، شلون رافقوها ودلوها، وحتى أثناء زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في الصباح الباكر تقول نلقيهم متواجدين في باب الإمام الحسين سلام الله عليه ويلوحونا بالأعلام حتى تكون هذه الأعلام هي وسيلة تعارف. هذا هو الـ يعني هذا ما يجب أن يصل. وإذا يعني أرادت بعض المحطات الإعلامية، وأكرر أنا وألح على هذا الموضوع، إذا أردتم حجب ضوء الإمام الحسين سلام الله عليه فالشمس لا تحجب بغربال أبداً، وإذا اتعمدتوا قص أو إخفاء حقيقة ما يجري في مدينة كربلاء وما يجري في زيارة أربعينية الإمام الحسين، فهاي الناس هم مراسلين الإمام الحسين وهم مراسلين هذه القضية الإلهية اللي رغم كل الطواغيت ورغم الزمان ورغم اختلاف الأمكنة إلا أنها تصل بكل انسيابية إلى كل العالم. هسه أنتقل للزميل محمد التقي وبالتحديد في شارع قبلة الإمام الحسين. محمد الكلمة إلك، تصف لنا ما يجري في مدينة كربلاء المقدسة، وأيضا إذا كان عندك مجموعة من الضيوف، إحنا تعودنا على ضيوفك الأعزاء اللي يكونون حاضرين معاك. محمد الكلمة إلك. شكرا لك يا أحمد على هذه الانتقالة، حياك الله أنت والمشاهدين الأكارم. أنا أتواجد كما في كل حلقة في يعني منطقة باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام، وأشاهد هذه الأجواء التي هي أجواء روحانية وجميلة جدا صراحة. أحمد، اليوم لاحظت وصول زوار من دول الخليج العربي بكثرة. اليوم يعني أغلب الزوار اللي شفتهم في هذا المكان المبارك أو داخل مركز المدينة القديم يعني هم من دول الخليج العربية، جاءوا ليلبوا النداء للإمام الحسين عليه السلام. أيضا ألاحظ يعني استمرار الجهود كما في يعني كل يوم هناك إنذار مستمر للكوادر الصحية وأيضا للكوادر التي تقدم الخدمة من عمال النظافة وأيضا رجال المجهولين الذين يعملون بجد لتنظيف كربلاء. أيضا أصحاب المواكب، اليوم هناك مواكب من جنسيات مختلفة كمواكب الجالية الألمانية، مواكب أخرى حول العالم هي من المواكب الخاصة بتقديم الخدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام. أحمد، أيضا عندي أنا إحصائية لهذا اليوم يعني دائرة النفط في كربلاء وتوزيع يعني هذه المشتقات النفطية، فقد وزعت نفط كربلاء أكثر من 240 ألف أسطوانة غاز، وأيضا قاموا بتوزيع أكثر من 7000 أو 700 ألف لتر من النفط الأبيض مجانا لأصحاب المواكب الحسينية لغرض يعني إتمام مهامهم كمواكب حسينية واحتياجهم للنفط الأبيض. كما يعني وصل أعداد المواكب التي زودت بالنفط لأكثر من 7000 موكب تقريبا متواجدة في كربلاء، وأيضا توزيع ما يقارب 250 ألف لتر من النفط الأبيض، يعني هذا ذكرناه، على أصحاب الأفران بسعر يعني رمزي أو بسعر مدعوم لغرض إتمام هذه الزيارة وأيضا تسهيل يعني العملة والصرف على أصحاب الأفران من أجل تزويد عدد أكبر من الخدمات للمواكب الحسينية وأيضا لزوار كربلاء. وأيضا يعني اليوم أحمد تم توزيع أكثر من 7 مليون لتر من مادة البنزين يعني لغرض سيارات النقل الخاصة يعني المواكب وغيرها من عجلات النقل، وأيضا 4 مليون لتر من مادة الغاز. هذه إحصائية يا أحمد. أيضا هناك محمد بس مسألة يعني حتى أنوه إلها حتى تكون واضحة للمشاهد، هذه أسطوانات الغاز والنفط بالنسبة للمواكب يوزع بالمجان مو؟ نعم أحمد، أنا ذكرت أنه هذه أسطوانات الغاز وزعت مجانا على أصحاب المواكب لغرض استمرار قضية الإمام الحسين. يعني اليوم ما ننسى صراحة يعني الدور الكبير للمشتقات النفطية في دعم هذه الزيارة وتسيير حركة هذه الزيارة، وأيضا
عجلاتهم اللي تتنقل داخل مركز المدينة صراحة صعوبة جدا في التنقل، وخاصة في هذه الأيام. أكيد. ورغم هذه الأجواء لكن هذه العجلات مستمرة بالدخول على تزويد يعني المواكب الحسينية بأسطوانات الغاز بشكل مجاني. بل. أيضا أحمد، على المستوى الأمني والجانب الأمني كانت هناك زيارات ل يعني وكلاء في وزارة الداخلية لغرض الاطلاع على الخطة الأمنية، وأيضا يعني إضافة بعض أو مناقشة بعض الأمور الخاصة بالخطة الأمنية والاطلاع وتفقد القطاعات. وأيضا على الهامش الأمني غدا ستقام يعني جولة ميدانية على قطاعات الحشد الشعبي الموجودة يعني والتي هي تعمل على حماية زوار كربلاء المقدسة. أيضا أخبار كثير أحمد، أيضا في الجانب الرقابي، الرقابة الصحية اليوم لها دور كبير جدا باتصالنا مع الدكتور أحمد فيصل مدير الرقابة الصحية في المركز، وإن شاء الله راح يكون ضيفنا في الحلقات القادمة يا أحمد. بلي. أعطانا بعض التفاصيل المهمة جدا صراحة عن دور الرقابة الصحية اليوم وتعاونهم مع المواكب الحسينية والعناصر الأمنية من أجل متابعة التلوث، لا سمح الله إذا حدث تلوث أو غير أمر. جميل. أو أي مندس يحاول أن يشوه يعني سمعة المواكب أو يعمل على يعني الأضرار صحيا بالزوار اليوم يعاقب ويتابع. اليوم كل موكب لديه عنصر أمني وأيضا لديه عنصر رقابي صحي. ممتاز. يعمل بتواصل مستمر. بل. وتواصل غير منقطع مع الرقابة الصحية ومع العناصر الأمنية أيضا. أحمد، هذا يعني تقريبا ما يخص أهم الأحداث لهذه الأيام أو هذا اليوم بالتحديد. أنا راح تكون عندي بعض اللقاءات يا أحمد، لكن راح أرجع لك للاستوديو ومن ثم أجهز هذه اللقاءات. بلي، أحسنت محمد، شكرا جزيلا لك على هذه الحصيلة وعلى هذه المجموعة الخبرية الرائعة جدا. يعني بينما يجهزون ضيوفك خلي أخذ ضيف آخر من ضيوف مدينة كربلاء المقدسة، رجل مفكر ألماني إجا إلى مدينة كربلاء المقدسة وزار الإمام الحسين سلام الله عليه، وتكلم بشكل غاية في الروعة. احنا لما نقول تكلم بشكل غاية في الروعة، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه وزوار الإمام الحسين وهذه الممارسة هي من أروع ما يكون في العالم. فبالتالي عندما يتكلم أحد بروعة عالية فإن الإمام والزيارة وزوار الإمام سلام الله عليه وعليهم أيضا يستحقون كل هذا الألق وكل هذا العنفوان وهذا الشمم وهذا الكبرياء. خلي أتابع معاكم هذا الرجل الألماني، وهو رجل مفكر ألماني، وحسب ما نقل لي الأخ اللي بعث لي بهذا المقطع أنه الرجل يتكلم عدة لغات، يعني يتكلم الإنجليزية ويتكلم سبع لغات مثل ما شرح لي هو. يعني بالتالي العهدة على عاتق الناقل الذي نقل لي هذا الفيديو، لكن راح نتابع هذا الفيديو ونشوف هذا الرجل شلون تكلم وشنو اللي شافه وما هي الالتقاطات التي قام بالتقاطها في طريق أربعينية الإمام الحسين. خلينا نتابع. إذن مشاهدين الكرام، تابعنا معكم هذا المقطع الرائع جدا بألق الإمام الحسين، بروعة الإمام الحسين سلام الله عليه، بروعة زوار أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. تحدث بشكل جميل عن كل ما يجري، قال أني شاهدت هذه الممارسات، سمعتوا اللي قاله، لكن خلي أوقف عند الجمل المهمة والمقاطع المهمة اللي قالها، لأن هذا تاريخ وهذه أمانة. كل ما حاولت أدفع شيء يقولوا لي لا، هذا في سبيل الحسين، يقول هنا لا مجال لصرف المال ماكو. واللي لفت انتباه أكثر أنه تصور هذا الرجل أن هذه الممارسة وهذه الملايين هي منظمة حكومياً، يقول أنا صورت أنه الحكومة هي نظمتها، لكن لما سألت طلعت لا، القضية قضية خاصة، يعني قضية شعب هو ينظم نفسه بنفسه. بالتالي يعني هذا العطاء، هذا عطاء من عطاءات الإمام الحسين، عطاء من نوع آخر، أنه اليوم يجينا هذا الألماني وتجينا قبل شوية هاي المرأة الأمريكية وتروح إلى بلدها ويسألونها عن العراق، تقول ناس منظمين، ناس مرتبين، ناس نظيفين، ناس ما شفنا منهم غير كل الحب. يعني حقيقة هي نعمة كبيرة، نعمة الإمام الحسين سلام الله عليه.
مو فقط نعمة نعمة ملموسة باليد وملموسة بالدعاء، لا، نعمة نعمة تكون يعني يكون نقل صورتنا وألقنا للشعوب عن طريق الإمام الحسين سلام الله عليه. وأعتقد هذا ما يصير في كل الممارسات، يعني اليوم لو الدول، لو كل الدول تقوم بإنشاء مثلاً مهرجانات عالمية، معارض تصوير، مسارح، فنون، أشكال وألوان، راح الناس لما تسأل يقول لك أي شيء يكون مرتب ومنظم يقول لك هاي هي دولة منظمتها. أكيد ما تنظمه الدول يكون هو منظم ومرتب، لكن لما تجي إلى هاي الملايين، ملايين مختلفة باللون، مختلفة باللغة، مختلفة بالثقافة، احنا بياناتنا كمحافظات عراقية مختلفين باللهجة، لكن شنو اللي صار؟ صار تنظيم مثل ما يقولون على 24 حباية، كل شيء كل شيء يسير بهدوء ويسير باتقان. وهذا هو، وحقيقة هي هذه، يعني لو 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 تابعنا بس هذه القصة، هي هاي بركة من بركات الإمام الحسين سلام الله عليه، وإلا طريق به 25 مليون زائر، لا تسجل مشاجرة، لا نشوف عركة، لا نشوف من هذه التفاصيل الباقية اللي نشوفها بحياتنا اليومية. هذا موجود بالعالم، هذا ما موجود بكل العالم، موجود فقط في كربلاء وموجود عند الإمام الحسين سلام الله عليه. فطوبة لنا بهذا الخطوة، هنيئا لنا بالإمام الحسين وهنيئا لكل زوار الإمام الحسين بهذه الرحمة الإلهية. هسه أنتقل إلى الزميل محمد التقي. محمد، الكلمة إليك وأني معاك والمشاهد الكريم في استقبالك واستقبال ضيوفك أيضا، تفضل. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد في الاستوديو على هذه الانتقالة. أنا مثل ما نويت راح تكون عندي بعض اللقاءات، والآن معي ضيفا كريما الشيخ ناصر الأسدي من مكتب المرجع الأعلى. بداية، السلام عليكم وعظم الله أجوركم. عليكم السلام وعظم الله لكم الأجر جميعا. يعني شيخنا، نبدأ بالرسالة التوجيهية للعنصر الشبابي المشارك اليوم في زيارة الأربعين. نحن نعلم أن يعني أغلب المشاركين هم من الشباب، فهناك رسالة توجيهية لابد تنطلق عبركم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء أعزي مولانا بقية الله الأعظم باستشهاد جده مولانا سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه، وأرفع أحر التعزيات للمرجعيات الشريفة الجامعة للشرائط، وأخص بالذكر سماحة آية الله العظمى المرجع المفدى الفقيه المحقق الإمام السيد صادق الحسين الشيرازي حفظه الله. الشباب هم وقود كل حركة في كل زمان ومكان. الشباب هم الذين يتحملون المسؤولية الكبرى في إدارة شؤون الحركات الاجتماعية الكبرى وفي تقدم الأمم. وأربعين الإمام الحسين ظاهرة نادرة في التاريخ، يعني هذا العالم كله اللي يحوي 7 مليارات إنسان، ما في ظاهرة اجتماعية أكبر من ظاهرة الأربعين عندنا في كربلاء المقدسة. ظاهرة روحانية وليست ظاهرة تجارة أو اصطياف أو ترفيه أو ما أشبه ذلك. ظاهرة روحانية، ظاهرة ولاء وتوجه للدين ولقيم الدين. بالنسبة للشباب، المفروض يعني الشاب الحسيني أن يكون قبل كل شيء مخلصاً في عمله، يعني يخرج لزيارة مولانا سيد الشهداء ويقطع المسافات الشاسعة والطويلة معتمداً على جهده الشخصي، ويقطع هذه المسافات لزيارة الإمام الحسين، يلزم أن يكون مخلص في عمله هذا، يعني ليكن برياء، ليكن يعني مصلحة معينة، فقط يكون يعني نظرة زيارة الإمام الحسين والتقرب للإمام صلوات الله وسلامه عليه والتقرب لمبادئ الإمام الحسين صلوات الله. أولاً يلزم الإخلاص، ثانياً يلزم على الشاب أن يتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. إدارة أنشطة الأربعين عملية صعبة ومتعبة وواسعة وكثيرة جداً. الشاب يلزم أن يكون متعاوناً مع الآخرين، وكل عمل اللي يسويه هذا يعتبر خدمة للإمام الحسين،
وخدمة لزوار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالتعاون من القيم المطلوبة من الشاب في موسم الأربعين اللي أبرز المناسبات وفي المناسبات الأخرى وفي طول السنة عموما يلزم أن يتحلى بخلق التعاون مع الآخرين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا موضوع. الشيء الآخر، يلزم أن ينظر ويفهم أهداف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني الشاب يبذل جهود كبيرة ليصل إلى كربلاء ويزور ولم يعرف أهداف الإمام الحسين، هذا يعني أمر لا يطاق، هذا غير صحيح. الشاب لازم يعرف أهداف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأهدافه موجودة في نصوص الزيارات. نصوص الزيارات تثقف الإنسان الزائر، تفهم أنه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لماذا بذل كل غال ونفيس، لأي هدف. في زيارة الأربعين نقرأ، يعني ضمن الدعاء الموجود في زيارة الأربعين نقول: وبذل مهجته فيك، يعني الخطاب لرب العالمين، يعني الإمام الحسين بذل دمه في سبيلك. ليش؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة، حتى يستنقذ العباد عباد رب العالمين، يعني كل الشعوب، كل الأمم، كل الشرائح الاجتماعية على الإطلاق في كل زمان وكل مكان. كلمة عبادك كلمة واسعة جدا، يعني تحمل معنى أوسع ما يمكن أن نتصوره. فالإمام بذل دمه في سبيل استنقاذ الأمم من الجهالة. يعني شنو؟ يعني نهضته كانت نهضة ثقافية، نهضة في سبيل تنوير العقول. فيلزم أن يعرف الشاب أن من أهداف الإمام الحسين الأساسية تثقيف الأمة، تثقيف الأمة أخلاقياً، تثقيف الأمة فقهياً، تثقيف الأمة على مختلف الأصعدة. فيلزم أن يهتم بالثقافة الإسلامية، يطالع كتاب، يسمع محاضرة شيء، ويلتزم. يعني مسؤولية الشاب أن يلتزم. يلتزم بماذا؟ يلتزم بالأحكام الشرعية. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه في وسط المعركة وقف يصلي صلاة الجماعة. فالشاب اللي يجي زائر الإمام الحسين يلزم أن يؤدي صلاته في أول الوقت حسب استطاعته وحسب ظروفه. طبعا الصلاة ركن وعمود الدين، يعني هذا العمود إذا صار بإشكال الدين يصير بإشكال. يهتم بصلاته ويكون في أخلاقه مقتديا بالإمام الحسين، يعني أخلاقه تكون سامية. فد واحد شوية دفعه لا يغضب، فد واحد حج حجاية شوية جارحة يضبط أعصابه لا تصير مشكلة. فيلزم أن على الشاب أن يقتدي بإمامه ويتعاون مع الآخرين ويبذل ما يستطيع في طريق زيارته لخدمة الآخرين. أحسنتم شيخنا. إحنا يعني صراحة إن شاء الله هذه الرسالة تصل لشبابنا اليوم، حتى يعني ما نأخركم عن عملكم وصراحة تواجدكم الكبير لخدمة زوار الإمام الحسين، أيضا من خلال تقديم التوجيهات والأسئلة والإجابة على الأسئلة الشرعية. ختاما يعني وياكم شيخنا بالدقائق معدودات، اليوم علاقة المواكب الحسينية، هناك علاقة ترابط كبيرة حدثت بحب الإمام الحسين، كيف لنا يعني أن نربط بين حب الإمام الحسين أن الإمام الحسين فعلا يوحدنا صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام الحسين باعتباره رمز إنساني ورمز ديني عظيم، وهو سيد شباب أهل الجنة، هو شخصية يقر بفضلها كل شعوب الدنيا. حتى محرر الهند غاندي يقول: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر. يعني حتى شعوب الهند والصين وإفريقيا ومختلف بلاد الدنيا تعرف للإمام الحسين أنه رمز الإباء ورمز الإنسانية ورمز النفع للآخرين، ونهضته قامت على الإصلاح. فالشاب اللي يشارك في الموكب لازم يعرف هو في خط الإمام الحسين. خط الإمام الحسين هو خط الإصلاح، يعني يحاول أي شيء يشوفه
غير مناسب يقدر يأثر في إصلاح ذاك الشيء لازم يؤدي دوره. يعني هذه الجماهير المليونية لو أن كل واحد يكون عنده برنامج للنصيحة مع الآخرين، للتعاون مع الآخرين، شوفت حركة ضخمة وعالمية تصير. فالكل يلزم أن يكونوا في طريق الإصلاح، لأنه الإصلاح خط الإمام الحسين، إنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جدي. احنا ختاما نشكر حضوركم ويانا وهذه الكلمات صراحة والنصائح المقدمة لشبابنا، شكرا جزيلا لكم على تلبية هذه الدعوة. إن شاء الله موفقين، أرجو من الله تعالى أن يوفقكم وأنتم تؤدون الدور الزينبي. دور مولاتنا السيدة زينب هو دور الإعلام كان لنهضة الحسين، دور التكملة كان، ودوركم دور إعلامي مهم وأساسي. أنتم موفقون، أرجو من الله تعالى أن يزيد في توفيقكم جميعا وكل كادر شبكة الإمام الحسين، شبكات الإمام الحسين وكوادر القنوات الأخرى. أحسن. جزاكم الله خير الجزاء. إذن أحبتي المشاهدين نتواصل وإياكم في نقل هذه الأجواء، وأيضا يعني استمعتم اليوم على هذه الرسائل الموجهة لشبابنا. اليوم كل شاب يعني صراحة ما شاء الله شبابنا هم على ثقافة عالية جدا، وما شاء الله نشوف يعني تأديتهم للزيارة والانضباط الكبير الذي نشاهده في المواكب الحسينية، وأيضا عندما شاركوا في الحشد الشعبي والدفاع عن المقدسات هو أبرز مثال عن هؤلاء الشباب وما قدموا هؤلاء الشباب للإمام الحسين عليه السلام. أنا أيضا يا أحمد عندي بعض الأخوة من أصحاب المواكب اللي راح ينضمون الآن يعني في هذه اللقاءات. الأخوة هم أصحاب مواكب إن شاء الله راح ينضمون بهذه اللقاءات وراح يكونون معنا يعني في نقل هذه الأجواء ويعني التكلام أو عن المواكب الحسينية وما تقدم المواكب الحسينية في هذه الأيام المباركة والجهود الصراحة المثمرة. أنا أيضا أحب اليوم أن أعرج على مسألة مهمة جدا صراحة أحمد، هي يعني الألفة والمحبة الموجودة بين المواكب الحسينية. يعني اليوم المواكب الحسينية بنت ألفة ومحبة جميلة جدا. اليوم موكب البصرة مع موكب ميسان يشتركون في كل أمر ويشتركون في كل شيء. المواكب الحسينية يعني قدمت الكثير صراحة، وهي الآن تعمل بجد على نقل هذه الأجواء وأيضا المشاركة في زيارة الإمام الحسين وتلبية نداء الإمام الحسين عليه السلام. وأصبحت هناك علاقات حتى أسرية اليوم، يعني عائلة موكب أبو علي مع عائلة موكب أبو حسين، يعني هناك ألفة ومحبة وارتباط بحب الإمام الحسين، وفعلا الحسين يوحدنا. أنا خلي ألتقي مع صاحب موكب. السلام عليكم. عليكم السلام. الله أجوركم لكم الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الله في محكم كتابه المجيد: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. سيد غالب الغرابي خادم موكب خدام الحسين في كربلاء المقدسة. سيدنا خلينا نبدأ من طبيعة الخدمات اليوم المقدمة. يعني أنا تكلمت عن الأواصر اليوم اللي تربط المواكب الحسينية. اليوم أنت موكبك بالولاية، بصفك موكب ثاني، وبجانبك موكب، هناك علاقة بنت علاقة أسرية مع هذه المواكب، يعني صارت هناك ارتباط اجتماعي وثيق بالإمام الحسين، وفعلا الإمام الحسين وحدنا. بدعا موكبنا موكب خدام الحسين عليه السلام، من بداية السقوط ولحد لنا 14 عام احنا مواكبين هذه المسيرة، المسيرة الحسينية الجياشة. ولكن اهم من الطعام واهم من الماء واهم من السكن هو تعاون المواطن فيما بينهم، نظافة المدينة، يعني الأخلاق الحميدة اللي تتصف بها كل شرائح المجتمع الإسلامي من كافة أرجاء المعمورة من الوافدين ومن الزائرين. فنحن عندما نقدم الطعام والسكن والمأكل
هذا قليل بحق الحسين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسين مني وأنا من حسين، فقول الرسول ليس قولا اعتباطيا وإنما استدلالات القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عندما أنطق هذه الكلمة بحق الإمام الحسين عليه السلام حسين مني وأنا من حسين ليس اعتباطيا وإنما جاءت لكلمة الله سبحانه عز وجل. أحسنتم سيدنا، حتى احنا نتكلم يعني هل هناك مواقف مذكورة عن التعاون بينكم كموكبكم وباقي المواكب الأخرى؟ يعني اليوم أنا عندي عدد من الزوار ومثلا المساحة مو كافية أنه أتعاون هو موكب أبو فلان، استخدم من عده، اخذ غراضه، انطي غراضي، هل هناك يعني اواصل تربطكم بخدمه الامام الحسين عليه السلام؟ الحسين يجمعنا. فهذه الكلمه ليس اتت من فراغ، الحسين يجمعنا بالمبادئ، بالدين، بالحق، بالمساواه، بالالفه، بالمحبه. فنحن نعمل كخليه النحل فيما بيننا. كل المواكب المصب واحد هو لخدمة زوار أبا عبد الله الحسين. فإحنا إيش ما نقدم، والتعاون هو أساسنا، لأن أساس الإسلام هو التعاون، هو الألفة، هو المحبة، هو التآخي. كلمة لا إله إلا الله تجمعنا، وحب الحسين يربطنا بعضنا بعض، نشد أواصرنا، أواصر الأخوة، أواصر الإسلام، أواصر المحبة. ختاما شكرا جزيلا لكم ولحضوركم، ونترككم تكملون خدمتكم لزوار الامام الحسين. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء. السيد غالب الغرابي خادم موكب خدام الحسين عليه السلام كربلاء المقدسه. أحسنتم. شكرا جزيلا لكم. ايضا معي صاحب موكب اخر وهو يعمل على تقديم الخدمه لزوار الامام الحسين. السلام عليكم وعظم الله اجوركم. الله والديك. احنا موكب خدمة هيئة خادمة فاطمة الزهراء، موكب الفاطمية من سكنة بغداد. تأسس الموكب مالتنا بسنة 59 من أجدادنا، لحد الآن احنا مواصلين. زمن النظام السابق الله يلعنه كنا نسوي يعني مآتم وقرايات ببيوتنا يعني محصورة، وقدمنا الشهداء هماتنا والأنفس وضحينا، ولحد الآن نضحي ونبقى نضحي ونبقى على مسيرة الحسين إن شاء الله. موفقين وباقين على خدمة الإمام الحسين. خلينا نتكلم عن الجنسيات، شفتوا جنسيات مختلفة متنوعة تشارك في زيارة الإمام الحسين؟ هي عجيبة عجيبة، يعني أكو جنسيات أنا يعني أجهلها ما أعرفها، جديدة. يعني هاي الرسالة مال الإمام الحسين عليه السلام وصلت لأبعد مستوى، وصلت للهند، للصين، إلى مناطق إحنا نجهلها ما نعرفها. فأنا أشوف يعني من خلال الزوار يعني أسماء غريبة أنا ما أقدر ألفظها حقيقة. فأحمد الله وأشكره على هاي الهداية وعلى هذا المسير وعلى هاي التضحية اللي أبداها أبو الأحرار إنه. وهذا الطريق اللي إحنا سالكين لحد الآن، شبابنا، الحشد الشعبي، شهدائنا، عوائل الشهداء الصابرة. احنا حتى يعني ما نطول عليكم، وتظلون ان شاء الله تستمرون بالخدمه وترجعون تأدون الخدمه. ختاما كلمه لزوار الامام الحسين، شو تقول لزوار الامام الحسين؟ اسال الله يوفقهم ويستمرون على هذا المسير، واسال الله يشدون ازرهم بعض بعض، يعني ما يتفارقون. مو كلمه تفرقنا تودينا يمنا وتودينا يسرى، لا، نظل ايد بايد، لان لان نرجع للمصدر الرئيسي هو إمامنا الإمام علي عليه السلام. فهذا مصبنا من الإمام علي عليه السلام إن شاء الله، فنمشي على هذا النهج حتى الله ينصرنا إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم ومأجورين، الله يحفظكم والله يعظم أجوركم، وممنونين من هاي الرسالة وهاي الموفقية من الله لكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. إذا أحبتي المشاهدين، يعني استمعتم لهذه الكلمات واستمعتم للدور الكبير والألفة والأواصر الاجتماعية التي جعلها الإمام الحسين سبل
للارتباط، يعني كل موكب اليوم هو يربطه بالموكب الآخر صلة ترابط كبيرة جدا. يعني اليوم موكب بجانب موكب، الكل يعمل على خدمة الإمام الحسين عليه السلام ويؤدي الرسالة، وننجمع على حب الحسين. وفعلا عنواننا هو الأهم وهو الأصح، الحسين يوحدنا. نتمنى أن نبقى وأن نتوحد بالإمام الحسين عليه السلام. إذن أحمد، يعني على ما أعتقد أن وقت الشرف على الانتهاء، هذه عودة لك في الاستوديو الآن. شكرا جزيلا لك الزميل محمد التقي، شكرا لك وشكرا لضيوفك أيضا سماحة الشيخ والأخوة أصحاب المواكب الأعزاء الأبطال، اللي هذه المواكب هي ليست فقط مواكب للخدمة، بل هي سواتر للجهاد وسواتر للنضال وسواتر للتحدي أيضا. بالمناسبة يعني قضية أخرى مو فقط موجودة بالمواكب، يعني اليوم مو فقط أصحاب المواكب، لأنه موكب البصرة بصفة موكب العمارة، يما موكب بغداد، يما موكب السماوة، يما أبو الناصرية، أبو الحلة، أبو كربلة، أبو النجف، صاروا كلهم عائلة واحدة. لا، حتى العوائل، حتى البيوت اللي تستقبل الزوار هي أصبحت يعني عندها رابط أكبر ورابط آخر من نوع، يعني من نوع خاص مع زوار الإمام الحسين، باعتبار أغلب البيوتات أو أغلب الأخوة في البيوت سواء في كربلاء أو باقي المحافظات العراقية. أنا ذكرت في حلقة من الحلقات أنه أصحاب البيوت ما يخلون أحد يبات بالموكب، يعني نادراً ما تلقي أحد الأخوة يبات بالموكب، كلهم يجون عليهم ويأخذونهم إلى بيوتهم، سيارات تنقلهم وقت المساء، وبالتالي يأمنوا لهم المبيت ويغسلون ملابسهم ويقومون بإطعامهم ومنامهم، وثاني يوم يقعدوهم من النوم ويوصلوهم إلى المكان اللي أخذوهم من عنده. بالتالي أصبحت يعني تبادل الأرقام، وقاموا أهل البيوت يذممون ذول الزوار أنه ذم عليكم لما تجون يمنا حتى نتبرك بكم. وما اقتصرت يعني اختصرت المسألة فقط على قضية الزيارة، لا، صار أكو تواصل، وحتى بعض البيوت كانت هنالك زيجات من هذا البيت للبيت الآخر. ويمكن بهذا الموضوع، بهذه القصة، راح نتابع معاكم مقطع من هذه المقاطع لامرأة عراقية، راح نشوف بهذا الكلام الطيب، الكلام الراقي، الكلام اللي يخرج بدون مقدمات، لا يحتاج لديباجة ولا يحتاج لكتابة ولا يحتاج للغة عالية ولا يحتاج للتكلف أبد، يخرج يطلع من القلب، يدخل إلى القلب بدون استئذان. راح نتابع ونشوف هذه اللهجة العراقية وهذه الأم العراقية الحبيبة شلون تلقت زوارها، وخلي نكون برحابها وببركاتها وبركات كل أمهاتنا اللي دائما احنا ندعي اللهم ربي يحفظهن ويوفقهن ويثبتهن على هاي الخدمة، لأن ببركاتهن احنا بقينا مواظبين على خط المولى أبي عبد الله سلام الله عليه. خلي نتابع. يا لا بس قلنا لازم نسلم عليك. حياكم، حياك. ما تقدر ابو سعيد، شرب لك كاس ماي ولا كذا من هذول. اي صار، بصراحه ما فاهم. جيب لي هم ماي بس خلاص. حياكم، حياكم. لا تنسوا الحجيه حقت ماما. حياكم الله. صباحكم الله بالخير. يا بعد روحي يا بعد عيني يا يمه صحيح دمني شيني أبخر أزل كم بس أطبعي احنا مرينا في البناية هذه الجديدة
اي اي محلات هاي ام كنت اسويه المحلات انا والحسين بالنص. إذا المشاهدين الكرام تابعنا هذا الكلام العراقي اللي مثل ما قلت أنا قبل قليل طالع من القلب وداخل القلب، هذا الكلام يا بعد روحي يا يما، يا بعد روحي أنت يا خالة على هذا الاستقبال وعلى هذه الفرة الحلوة وهذا الملقى، وهذا مو غريب على 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 عوائلنا ومو غريب على أمهاتنا ومو غريب على آبائنا. وبالمناسبة قالت جملة يعني جملة جدا كبيرة بالأخير، سألوها الولد يبدو أن الأخوة اللي كانوا معاها يعني هم يجون يمها كل سنة، بالتالي هي عاتبتهم بالبداية. سألوها عن المحلات قالت شركة أنا والحسين، اللهم ربي يحفظك ويوفقك ويزيدك بركة ويزيدك ألق، وإن شاء الله يعني كل أمهاتنا ربي يحفظهن ويخليهن ويرزقهن شفاعة محمد وآل محمد إن شاء الله. هذا كلام لأم عراقية. خلينا نشوف الأب العراقي، الأب العراقي شنو اللي حكاه، وهذا بالتحديد هذا الرجل الكبير هو اسمه حج عدن من محافظة ذيقار بالتحديد قضاء الرفاعي، قضاء الرفاعي. شوف شلون راح يتكلم مع الزوار وراح يقول جملة بالأخير تهد الحيل حقيقة. خلينا نتابعه ونشوف بركة آبائنا وبركة أمهاتنا اللي مثل ما قلت قبل قليل أنا ودائما أكرر هذه القصة وهذه الكلمة، شكرا لهم، لولا آبائنا ولولا أمهاتنا حقيقة ما كان إحنا الآن بطريق الإمام الحسين سلام الله عليه. بالتالي خلينا نتابع هذه الشيبة الكريمة وركزوا، أنا أدعو كل المشاهدين يركزون بكلامه ويشوفون العبارات والجمل اللي يقولها هذا الرجل اللي ندعي له أن يثبت ويكتب من زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. خلينا نتابع. لا إله إلا الله، هذا يعني هذا الحب وهذا العطاء، هذا الحب ما موجود، ما موجود بكتب التاريخ أبد أبد، ما موجود بكتب التاريخ. هذا الرجل بالأيام الاعتيادية يمكن يعني هسه الله يعلم يكون شيخ عشيرة كبير، أخوته كبير القرية الموجود بيها، يقولهم أنا خادم يعني أجل الله سامع خادم القنادركم. وبالتالي هذا الانتحاب وهذا البكاء ندعو له عند الإمام الحسين سلام الله عليه. الرجل كل سنة هو يجي يزور ويحضر إلى مدينة كربلاء المقدسة ويكون مع زوار أربعينية الإمام الحسين، لكن بسبب يعني تقدم العمر بسبب الأمراض، هذه الأمراض اللي اجتنا من أعداء الحسين، اجتنا من صدام وزمرة صدام، اليوم كل أهلنا ضغط وسكر وأشكال وألوان الأمراض بسبب الكبت بسبب الحرمان بسبب الضغوطات السياسية اللي عشناها من الأنظمة، لا لذنب، فقط أننا ننادي بنداء لبيك يا حسين. ايش عندنا يعني هسه هاي الناس الملايين الجاية لو نطلع هذه هذا الحكام الأراذل اللي الآن هم في سقر، الشايلة هاي الناس وياها واحدهم جاي بطرق ثوبه مثل ما نقول بلهجتنا الدارجة، حتى أكو قسم بيهم ما يقدر يمشي، يعني لأنه يعني قبل شوية هذا الرجل الألماني قال 70 كيلو، عمي يا 70 كيلو 500 كيلو الناس تجي،
من رأس البيشة ومن قرى وقصبات بعيدة جدا. يمكن أكو قسم بها سلون قل الجماعة الخرائط يقول لك هاي ماندلها وين صايرة، ويجون مشي شايل ليش داشته وسبحته. وأكو بهم قسم يشيل تربة، ذاك الزمن كانوا يشيلون تراب معهم لأنهم منين يفوتون يعني بطرقات القرى والأرياف، بالتالي خلي له تربة حتى يصلي بها. الآن ماكو حتى تربة، ماكو، شايلين معاهم زوار الحسين وخايفين من عدهم، وتارسين الدنيا وتارسين المدرعات كانت تجي وأشكال وألوان، قوة عسكرية أفواج، الحرس الجمهوري والحرس الخاص وما أدري منه والبعث والحزب، والدنيا تنقلب عليه من على ناس ما عدها جاية بطرق هدومها بطرق دشاديش. لكن قدرتوا لها هذا الصرخة؟ وين أنتم الآن بمزابل التاريخ؟ وين ياسين الهاشمي؟ وين البهلوي؟ وين فلان؟ وين علان؟ كلهم يعني لعن أطفال تلعنهم أطفال. اليوم افتر بشوارع كربلاء طفل قد عمره استوى يحكي يشرب مي ويلعن يزيد، يلعن يزيد طبعا بالمناسبة، هو من يلعن يزيد يلعن كل هؤلاء الظلمة. بالتالي هذا خط السماء، هذه البركة. يعني هذا الرجل الكبير، هذه الشيبة الآن لما يتكلم بهذه العبارة ويقولهم أنا خادم الأحذيتكم، هذا من فراغ، ما جاي من فراغ، جاي من معتقد. وإحنا مثل ما نقول بلهجتنا الدارجة بركة الإمام الحسين لازمينها بدينا، صاحب الحاجة والمظنوك واللي يوصل به الأمر للإعدام ويخلص الإمام الحسين من المشنقة، والمسجون يخلصه من السجن، واللي يكون بغربة واللي مديون والمريض. وهذا الطريق ما شاء الله ما شاء الله. اليوم لو نريد نسخر كاميراتنا ونسخر جهدنا نتفاجأ، هذا الضرير تنفتح عيونه، هذا ما عنده المقرم ويقوم يمشي، وأشكال وألوان من هذه المعاجز اللي موجودة بهذا الطريق. وهذا هذا المد الإلهي، هذا العطاء الحسيني اللي ما ينقطع لا بليل ولا بنهار ولا بحكومات تجي وتروح الحكومات. التاريخ يثبت الآن هسه لو نريد نطلع مدونات الكراسي والسياسيين اللي حكموا العراق وغير العراق نشوفها قائمة إلها بداية يمكن ما لها نهاية، لكن وينها كلها؟ ما موجودة. والإمام الحسين سنة 61 هجرية واليوم إحنا 1439، طلعوا بالله الحاسبة وشوفوا كم سنة، 1000+ سنة وموجود ألق قبة ناطح السماء، هتاف يهز الكرة الأرضية لبيك يا حسين، بس بالعراق، بس بكربلة، بس بشوارع كربلة، لا كل العالم، كل العالم الأسود والأبيض واللي والمسلم وغير المسلم كلها تنادي لبيك يا حسين، كلها الصيح لبيك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، كلها عدها تجي للإمام الحسين وتلقي البركة عند الإمام الحسين. يعني ياهو حيدر، ياهو من المقاطع، مقطع الشايب تريد إيش قد عندنا وقت حيدر بالضبط؟ 3 دقائق. نقدر نطلع مقطع المرأة أيضا نعيده لو ما نقدر؟ يلا أنا راح أترك المشاهدين الكرام وأودعهم على أمل لقاء بهم إن شاء الله في يوم غد أيضا في تمام الساعة 8 مساء وحلقة من حلقات الحسين يوحدنا إن شاء الله، دائما الحسين يوحدنا حتى اختصر. وأترككم مع مقطع المرأة ومقطع هذا الرجل الكبير ويكون ختامها مسك بأم عراقية وأب عراقي، وتصبحون على خير وإن شاء الله تقبل الله كل أعمالكم ونحن وإياكم عند الإمام الحسين سلام الله عليه يوم باكر إن شاء الله 8:00 والحسين يوحدنا. إلى اللقاء. يا هلا لا بس قلنا لازم نسلم عليك. حياكم ما تقدر اوصايد شرب لك ماي ولا كذا ندوم جيب لهم ماي بس خلاص. حياكم لا تنظر حجية حقت ماما. حياكم الله صباحكم الله بخير. يا الله يا بحر.
هذا روح. يا ابو خالد وين يا يمه؟ سلمي شنو اخر ازي كم بس طبقه احنا مرينا البنايه هذه جديده جايبه اي محلات هاي قمت اسوي المحلات انا والحسين بالنص هات دول اخرب وياك لا تير حق قاعده برضه اقعد 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 تفوز يا خرب وياكم قاعد اشتغل انا تفوز علي يلا حطيهم اقعد رجال يشتغلون تعبان تعرفون يطلعون كبار سلطان سلطان جاوا جمهور كيلك كيف تدور خادم انا لعيونكم ممثلكم كنادركم يا لك في دوبك يا لك سنعوني هذا ماي بس تدعوني سجون عيد حبيبي سجون النبي كده من ورا ما ما شافيت حد الشرطه